بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا اليوم جبت لكم فيديو خاص، راح ندير في يعني في هذا الفيديو راح نمد لكم نبذة صغيرة عن البرنامج اللي راح ينتظركم هذه السنة، سنة 2022-2023، عودة ميمونة. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تكون هذه السنة سنة موفقة بإذن الله. إذا نبدأ بهذا الفيديو بالبرنامج السنوي لدروس العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة متوسط. إذا راح يكون عندكم أربع ميادين، يعني في الحقيقة دائما تقريبا معظم سنوات تكون ثلاث ميادين. الميدان الرابع هو الظواهر الضوئية، تقريبا ما توصلوش ليه، إذا وصلتوا ليه ما كاش مشكل. إذا نبدأ الميدان الأول. الميدان الأول هو على المادة وتحولاتها. وش يكون في المادة وتحولاتها؟ راح يكون التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي. هذا أول درس راح تشوفوه هذا السنة إن شاء الله. ثاني درس هو معادلة التفاعل الكيميائي، بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي. أما الميدان الثاني وهو ميدان الطاقة. وش كاين في ميدان الطاقة؟ كاين السلسلة الوظيفية، كاين السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة، كاين استطاعة تحويل الطاقة. أما الميدان الثالث، قلت الميدان الثالث هو على الظواهر الكهربائية، راح تشوفوا التيار الكهربائي المستمر والتحويل الطاقوي الكهربائي. أخيرا الميدان الرابع هو على الظواهر الضوئية، فيه طيف الضوء الأبيض، التركيب الجمعي والتركيب الطرحي للأضواء، رؤية جسم بلون معين. كان هذا هو البرنامج السنوي لدروس السنة الثالثة متوسط لمادة العلوم الفيزيائية. طبعا تقريبا 80% من هذه الدروس موجودة على قناتي في قوائم التشغيل بلاي ليست، إذا مرتبة حسب البرنامج السنوي. مشيت لكم درس بدرس، ميدان بميدان. فقط أنبهكم أن الميدان الرابع ما درتوش، لأن العام الماضي ما كانش عندنا الوقت نكملوا الميدان الرابع، ولكن أعدكم إن كان إن شاء الله هذا السنة عندكم الوقت راح نكملوا مع بعض الميدان الرابع وهو على الظواهر الضوئية. هذا فيما يخص البرنامج السنوي. طبعا مع بداية كل السنة تبدأ دائما بتقويمات تشخيصية لهذه المادة. طبعا على قناتي موجود تقويمين. التقويم الأول وضعته العام الماضي، إذا كانت أسئلة وأجوبة نموذجية. أتمنى أنكم تعودوا تولوا للتقويم التشخيصي، هذا رقم واحد موجود دائما على قناتي. في هذا العام 2022 و2023 زدت لكم تقويم آخر، إذا هذا التقويم الآخر يعني رقم اثنين فيه أسئلة عديدة، يعني تشمل معظم الدروس التي قريتها في سنة أولى وسنة ثانية متوسط. إذا كهي كمراجعة لهذه الدروس، نتمنى أنكم راح تولوا لهذه التقويمات التشخيصية باش تستفادوا أكثر وأكثر. إذا قلت تبدأوا السنة بالتقويمات التشخيصية، نتمنى أنكم راح تبدأوا في المراجعة. ما مزالكمش بزاف، أسبوع أو 10 أيام. إذا نتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه الدروس. طبعا دروس الفيزياء دائما شيقة وممتعة، صدقوني أنها ليست من تخصصي مادة الفيزياء، ولكن تخصصي الرياضيات، ولكن صدقوني أنني وجدت متعة لا مثيل لها عندما دخلت في هذا الميدان. طبعا أنا درست في السنوات المتوسط ودرست في الثانوي، لا يعني ذلك أنها ليست تخصصي، ما عنديش فكرة، عندي فكرة شاملة على هذه الدروس، ولكن استرجعت كل المعلومات وقريت عليهم وأنا بذاتي مديت لكم هذه الدروس لعلها تنفعكم إن شاء الله، وجعلها الله في ميزان حسناتي وحسنات الأولياء تاعنا، الأولياء تاعي الوالدين خاصة، إن شاء الله يا ربي، وجعلها أيضا في ميزان حسناتكم انتما اللي راكم تدرسوا. الدراسة عبادة، إذا العلم نور والجهل ظلام.
الدرس الاول طلبتوا مني، كان اللي طلب مني الدرس الاول تاع سنوات ثالثه، هذا هو الدرس الاول. راح تشوفوا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي، راح تشوفوا ما معنى الفرد الكيميائي، النوع الكيميائي، كيف نفرق بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي. طبعا كل هذه الدروس موجوده على قناتي بشرح بسيط ومفهوم. طبعا ما ننساش ان هناك تمرينات تطبيقيه، في بعض الأحيان تكون أكثرها يعني تمرينات من الكتاب المدرسي. شوفوا معايا، كاين أيضا تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهري. طبعا أنا حبيت نمد لكم نظرة بسيطة فقط واش راح يستنى فيكم. عندكم الزهر كبير لأن عندكم قنوات جد جد رائعة على اليوتيوب، ليس فقط قناتي ولكن القنوات الأخرى إن شاء الله، ما شاء الله لكل منهجيته، لتعجب له المنهجية تاعي ما عليه إلا مواصلة هذه الدروس، لتعجبوا منهجية أخرى على قناة أخرى. أتمنى له من كل قلبي التوفيق. هنا شوفوا معي التمرينات من الكتاب المدرسي. إذا شوفوا معي كل هذه التمرينات من الكتاب المدرسي. ثم عندكم الدرس الثاني، الدرس الثاني راح يكون على معادلة التفاعل الكيميائي. إذا راعيت الترتيب، راعيت النظافة، راعيت الدقة، راعيت التسلسل في الدروس، هكذا باش تستفادوا أكثر وأكثر. إذا نتمنى أن الفكرة هذه تاع الدروس ندلكم نظرة بسيطة على الدروس قد أعجبتكم. ما عليكم إلا بتعليق بسيط يصلني للتشجيع وللمتابعة أيضا. ولكن حبيت ننبهكم أن هذه السنة بما أنني درت معظم الدروس إلا الميدان الرابع، راح أخص إن شاء الله إن شاء الله هذه السنة فقط التمرينات والفروض والاختبارات باش تستفادوا أكثر وأكثر، لأني كما قلت أن كل الدروس موجودة على قناتي ما عدا الميدان الرابع اللي هو الظواهر الضوئية. وإذا وصلنا لهذا السنة بإذن الرحمن راح نتابع معكم هذا الميدان. إذا شوفوا معايا، شوفوا معايا لكل درس درت له تمرينات طبعا خاصة من الكتاب المدرسي. هنا حبيت ننبهكم ان درت لكم ما الفرق بين التحول الكيميائي والتحول او والتفاعل الكيميائي، جد جد رائع، فيديو جد جد رائع، راح تستفادوا منه الكثير والكثير. ثم كاين الأسئلة الشائعة على الاحتراق التام والغير التام، هذا أيضا جد جد رائع، فيه أسئلة وأجوبة. طبعا صدقوني أن هذه الأسئلة جبتها معظمها من الفروض والاختبارات، إذا ممكن جدا أن كل هذه الأسئلة راح تكون من بينها، من بين هذه الأسئلة تكون في الفروض تاعكم والاختبارات. شوفوا معايا، لاحظتوا أن في كل مرة هناك تمرينات متنوعة. إذا ما عليكم إلا الاجتهاد والمثابرة. حبيت منكم دائما يعني أبنائي وأعزائي تكون هذه السنة سنة خير عليكم، يعني تجيبوا علامات كلكم جيدة، ما تستناوش لآخر سنة وتبدأوا تحسبوا المعدلات، هل أنتقل هل لا أنتقل من الآن. إذا نبدأ العمل والجد من بداية السنة إلى آخر السنة. شوفوا معايا، هنا دخلت في السلسلة الوظيفية والطاقوية. إذا مبدأ انحفاظ الطاقة، التحويل المفيد والغير مفيد، درت جميع 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 الدروس. هنا درت لكم السلاسل الوظيفية اللي متداولة في الفروض والاختبارات، إن شاء الله راح تستفادوا منها. وما تنسوناش فقط باللايكات والتعليقات الجميلة والاشتراك في القناة ليصلكم ما هو كل جديد. إذا قلت نخصص هذا السنة للتمرينات والفروض والاختبارات، مدوا لي رأيكم إذا أعجبتكم الفكرة. طبعا أنا ماذا يبي تشجعوني قليلا، لأن والله المشاهدات قليلة جدا جدا، لا تحفزني بتاتا على المواصلة، ولكن أقول واحد منكم هو المشجع اللي شجعني باش نواصل، بأنني ما حبيت نخليكم في الطريق. ولكن انتم ثاني ديروا شوية مجهود معايا، بارتجوا هذه الفيديوهات مع الأصدقاء والأحبة وأفراد العائلة طبعا، باش تكون باش تعمم الفائده، تعم الفائده للجميع. ان شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله. اذا هذه هي، اذا وصلت كل الدروس، هذه هي قوة المحركه، درت امثله، بسطت الفكره الى اقصى درجه، التحويل الطاقوي الكهربائي. اذا تشوفوا معايا درت لكم نماذج الاختبارات والفروض. اذا كانت هذه الدروس تاعي، كان هذا هو كراس أستاذتكم
تعافق على قناة أنور الرياضيات. إذا هكذا أتينا إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى أن الفكرة أعجبتكم وأنكم راح تستفادوا من كل هذه الدروس. ما تنسوناش بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي ينتشر هذا الفيديو إلى أقصى عدد ممكن. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، إلى الملتقى إن شاء الله.